اهلا وسهلا بحضراتكم الحلقه دي هنتكلم فيها على طبيعه البروجرس اللي بيحصل في الوقت ده مع الساينتفك ريسيرشر احنا تقريبا انتهينا من البروبلم ديفينيشن وانتهينا من الليترتشر ريفيو وبنتكلم على البروجرس اللي هيبتدي يكون معانا مع تقدم وبدايه انتاجنا للريسيرش ديزاين في الديداكتيف ابروتش الخطوه رقم ثلاثة الطبيعي ان الريسيرشر قاعد شغال على الديداكتيف ابروتش بروبلم ديفينيشن literature review research design يوقف نراجع كويس قوي قبل ما نبتدي نجمع هنا نجمع data collection زي ما اتفقنا and then analysis و دلوقتي هنفترض ان انت كريسيرشر عارف الجزء بتاع total والجزء بتاع literature review ازاي تعملهم ففعليا لما بتبدا scientific research بتجري وبتتقدم بسرعه تنتج حوالي 10 الى 30% من الساينتفك research ده انتاجك ليه بيجي من ان انت عارف الكومبوننتس اوف ساينتفك ريسيرش فبالتالي قادر تكتب بروبلم ديفينيشن introduction, ميجر كويشن ماينر بتحدد conceptual موديل الفاريبلز الاساسيه بتاعتك and so on هاويفر بتبتدي تحدد كي عشان تبتدي تشوف وتسيرش فور literature زي ما بدانا احنا في نفس الترتيب اللي احنا ماشيين بيه ده بيخليك تقدر تنتج حوالي 10 الى 30% من literature المطلوبه ليك فعليا او literature اللي هي التارجت او الالتيميت بريفيلنج ريليفنت ليترشر لما بتقرا ليترشر هفترض انك هتقرا هنا مثلا 40 50 بيبر فاحنا بنتكلم على 4 5 الى 10 مثلا من البيبرز اللي ممكن تقراها من التوتال ريفرنسز يعني الليترشر دي هتساعدك بانها تدي لك افكار وترجع تاني الافكار دي تبقى في شكل variables او في شكل methods of investigation او افكار تسأل وتتكلم بيها مع الستيك هولدرز فبترجع تاني تحسن البروبلم ديفينيشن بتاعتك تكتبها بشكل افضل في شكل ايه في شكل مراجعه للفاريبلز في شكل مراجعه للميجر والماينر كويشنز في شكل مراجعه للكونسبشوال موديل للكليمز او العلاقات وطبيعتها ما بين الفاريبلز فلما ده بيوضح لك البروبلم اكتر ويمكن كمان الاكسترا ميتنجز اللي بتعملها مع الستيك هولدرز توضح لك اكتر ده بيخليك تطلع سيرش ريزلتس احسن من الليترتشر احسن من كل الحالات عددا وكواليتي بريفيلنج ريليفنت كل حاجه من اللي رجعناها قبل كده وتش مينز ان لما بقى عندك حصيله اكبر شويه تقترب من ال50% من الليترتشر ده بيمكنك تكتب البروبلم تاني بشكل اوضح تاني في المراجعه على نفس اللي بتكتب بيها او بيها الليترتشر ريفيو او البروبلم ديفينيشن فالحركة ما بين الاثنين بشكل إيتريتف بشكل تلقائي تكراري رايح جاي طبيعية جدا وبطبيعة الحال كل مرة رايح جاي بتعمل أبديت على الريسيرش دوكيمنت بتاعك طيب دلوقتي احنا وصلنا أولموست لوضوح شوية في البروبلم بتقترب من 50 إلى 70 في وصلنا لوضوح في الليترتشر ريفيو تقترب من 50 إلى 70 في هي كمان ده بينتج ايه او بيوصلنا لايه الليترتشر اللي احنا قريناها دي هي عباره هي عن كل حاجه كل المكونات يعني فيها بروبلم وانترودكشن وفيها كونتكست فيها ليترشر فيها ديزاين وفيها الداتا اتجمعت ازاي وفيها اناليسز وكونكلوجن فده لما بتوصل عند مستوى من 50 ل 70% الحقيقه بتبتدي تتشكل عندك ساتسفاكتوري ليفل اوف ريسيرش ديزاين فتبتدي تتحرك تكتب او تنتج جزء من الريسيرش ديزاين بيبقى لسه فيري بريمتيف او بريليمينري انما بيمكنك انك تطلع مكونات اساسيه زي مثلا الهايبوثيتيكال ستيتمنتس ممكن تبتدي تفكر في هايبوثيتيكال ستيتمنتس او ثيوريتيكال فريم ورك او الاطار النظري للبحث بشكل مبدئي وضوح ده بيخليك بشكل ادق ترجع تقرا لتشر افضل فالليتشر بتبقى ماتيور هنفترض انها 70 90% فده بيمكنك يعني تبقى عندك ماتيور بروبلم ديفينيشن او كونتكست uh, اناليسز عن الحاله اللي بتعمل عنها ريسيرش وكل ما بقوا الاثنين دول البروبلم واللتريتشر الاثنين مع بعض ماتيور الحاجه بيديك ماتيوريتي ليفل اعلى كونسيكونتلي بيخليك تقدر تختار من الريسيرش ديزاينز اللي موجوده طبقا لمبدا الريبليكابيليتي والجينراليزابيليتي ان انت هتستخدم مودلز وثيريز وهايبوثيكال ستيتمنتس وكونستركتس وفاريبلز من الليتريتشر ده ممكن يوصلك لمستوى انه لما تنضج او تبقى البروبلم والليتريتشر ماتيور تماما ده بيوصلنا ان احنا نوصل لمستوى ماتيوريتي اوف 50 الى 70% تقريبا انا كل دي ارقام افريج للريسيرش ديزاين طب باقي ايه في الريسيرش ديزاين؟ الحقيقه باقي يور اون يونيك او يعني يور اون كونتريبيوشن uh, المميز شويه اللي هو هتعدل بيه على الديزاين اللي موجود او الديزاينز اللي موجوده في اللتريتشر وتوري فيها مساحه ابداع او مساحه ادابتيشن وابليكيشن يوزنج اللتريتشر سيلكتد مع الادجستد ديفايند بروبلم عشان تنتج يور اون ديزاين كونسيكوينتلي تبتدي تجمع ديتا اناليسز اند كونكلوجن اللي هي الثلاث خطوات الاخيره من الديدكتيف ابروتش وخلي بالنا انه كل خط من دول كل لاين من دول تقريبا بينتج عنه او يؤدي الى نسخه او نسختين من الريسيرش بتاعك فبالتالي لو عدناهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 احنا عندنا تقريبا 10 ميجر فيرجنز بخلاف ان في ماينر ممكن يوصلوا لل 20 التوتال فيرجنز هنا بتساعدك ان انت تورينا ماتيوريتي اتريتيف وفي نفس الوقت اكيوميليتيف او تكراريه تراكميه عشان الاكيوميليشن ده يبين قد ايه بتعيش واقع فعلي عندك قد ايه بتجيب بريفيلنج ليترشر وريليفنت وقد ايه في نفس الوقت بتربطهم مع بعض عشان تنتج يور اون ريسيرش دي ديزاين الحلقه اللي جايه تبقى كلامنا عن تفاصيل وانواع الريسيرش ديزاينز المختلفه وهل يا ترى امتى نستخدم كل واحده فيهم شكرا جزيلا لحضراتكم نلتقي في الحلقه القادمه